هذا وزار اسمه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مقر بيوت الشباب في مدينة عيسى الرياضية، يرافق اللورد سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وعدد من مسؤولي وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية والاتحادين البحريني والدولي لألعاب القوى. وتجول سموه مع الحضور في مبنى بيوت الشباب، حيث استمع سموه لشرح مفصل من قبل وزير شؤون الشباب والرياضة وما يتضمنه من مرافق تم بناؤها وفق أحدث المعايير العالمية المتوافقة مع شروط الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، وما يقدمه هذا المقر من خدمات لاستضافة الوفود على المستوى الشبابي والرياضي. وقد أبدأ سموه إعجابه المنشأة التي افتتحها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي تدفع نحو مواصلة الديمومة التنموية الشاملة على صعيد البنى التحتية، والتي تخدم وتساعد على الجذب والاستثمار في المجالين الشبابي والرياضي. وقال سموه إن البحرين اتخذت خطوات واضحة لدعم البنية التحتية للمشاريع التنموية في قطاع الشباب والرياضة الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لجعل البحرين جاهزة دائما لاستضافة الوفود الشبابية الرياضية.